عقدت في العاصمة المؤقتة عدن أعمال الدورة التدريبية حول المرأة والأمن والسلام والحكم الرشيد والتي نظمتها مؤسسة لنا للتنمية ومؤسسة تمدن للتنمية الثقافية والإعلام، والتي تستمر على مدى يومين متتاليين. تفاصيل أوفى مع التقرير التالي الذي أعدته الزميلة انتصار عبد الجليل. أقيمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن الدورة التدريبية حول المرأة والأمن والسلام والحكم الرشيد، والذي نظمتها مؤسسة لنا للتنمية ومؤسسة تمدد للتنمية الثقافية والإعلام. حضرت عمل الورشة الدكتورة روزا جعفر الخامري، أستاذ مساعد كلية الحقوق جامعة عدن، ومنسق مؤسسة تمدد للتنمية الثقافية والإعلام، والأستاذة فالنتينا عبد الكريم مهدي مدرب وطني في بناء السلام. وتناقش الدورة مفهوم السلام والنزاع ومراحله والتفاوض وصفات المفاوض الجيد والحوار والحكم الرشيد، وعن القرار 1325 وركائزه الأربعة وكيفية إشراك البناء وتوعية المرأة بأهمية وجودها في عملية التفاوض وحل النزاعات وخلق جيل قيادي من الصف الثاني متسلح. في هذا اليوم لدينا دورة تدريبية عن المرأة والأمن والسلام والحكم الرشيد ضمن مشروع المشاركة الشعبية. في هذا اليوم لدينا 20 متدربة في المفاهيم المرتبطة بالتفاوض والحوار والقرار 1325، أيضا الحكم الرشيد ومبادئه ومفاهيمه وحل النزاعات، لأجل أجيال قادمة تكون واعية بمفاهيم السلام وقادرة أن تحقق السلام وإشراك النساء بفاعلية في عملية التفاوض وبناء السلام. اليوم تقام الدورة في المرأة والأمن والسلام والحكم الرشيد، وبالتالي تحتاج النساء في عدن إلى بناء هذه القدرات، بحكم أن الوضع في البلد تحتاج إلى أن تكون المرأة مشاركة فاعلة في المفاوضات وفي أي حوارات لبناء السلام، فيكفي حرب، وبالتالي يجب أن يكون هناك بناء قدرات لهؤلاء النساء للمشاركة الفاعلة وبقوة، وتكون هناك قناعة كاملة من الإرادة السياسية في إشراك النساء للسلام. نحن كنساء قياديات في المجتمع تعتبر أجندة المرأة والسلام مهمة جدا لنا. طبعا مخرجات الدورة نحن يعني متشوقين أنها تكتمل جميعا، مؤمنين بقدرات المدربة بحيث أنها ذات خبرة كبيرة وخبرة واسعة، كذلك مؤسسة لنا لهم باع كبير في خدمة النساء خاصة فيما يخص أجندة المرأة والسلام. تستهدف الدورة مجموعة من طالبات العلوم السياسية والإعلام ومجموعة من الصف الثاني لبعض منظمات المجتمع المدني ومجموعة من النساء القياديات ليقوموا بعملية تبادل الخبرات مع الأجيال في هذه المواضيع ونقل تبادل التجارب معهم كنوع من التجسيد بين الأجيال والبناء على المعارف وتبادلها في عملية شاركية للمساهمة في بناء سلام عادل ومستدام. انصار عبد الجليل، قناة عدن الفضائية، من العاصمة المؤقتة عدن.